من بلدة السلطان يعقوب بالبقاع الغربية، أكد عضو كتلة المستقبل النيابية نهاد المشنوق أن قوى 14 من آذار لن تتخلى أبدا عن كرامتها السياسية، آملا عودة دور الجيش الجامع لكل اللبنانيين. المشنوق وخلال المؤتمر السنوي الثاني لقطاع الشباب في تيار المستقبل قال: إننا لن نراهن بل نحن داعمون وساعون لإسقاط نظام بشار الأسد. نحن حريصين على استرداد دور الوطني لمؤسسة الجيش. هيدي نكتة قصة الحصانة تشبه نكتة الجيش الحامي، ما حدا منكم ينغش ولا لحظة بأنه نحن ممكن نقدم أي تنازل عن نقطة واحدة من كلامتنا السياسية. هذا كلام صار من ماضي، وجود النظام إن شاء الله ما رح يكون موجود، وبنجاح الثورة إن شاء الله رح نعمل انتخابات ديمقراطية برلمانية، واللي بينجح فيها وأكيد إن شاء الله رح ننجح، نحن حنشكل حكومة أكثرية غير إلغائية. المشنوق قال إن الكلام الأخير الذي أطلقه الرئيس بري يساعد على الوحدة الوطنية، وأننا لن نذهب إلى لغة التخوين التي ينتهجها حزب الله. من جهة أخرى، أكد المشنوق أن الرئيس سعد الحريري سيكون في بيروت قبل آخر السنة، وهذا الأمر غير مرتبط بتطور الأوضاع في سوريا.